هنقرا بسرعه او هنراجع بسرعه على محاضره الاندوفسلامايتس والبانوفسلامايتس والتيومر. الاندوفسلامايتس قلنا يعني ايه؟ قلنا ده عباره عن اكيوت سيبريتيف انفلاميشن بيبقى موجود في الانترا اوريكولار تيشو اللي هو الميدل كوت والانر كوت اند ادجيسنت كافيتي. يعني هو بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن انفلاميشن بياخد اي جزء بالظبط؟ بياخد اللي هو الميدل كوت والانر كوت. واهم معلومه هنا او اي اهم نقطه في السلايد دي ان الاوتر كوت اللي هو الكورنيا والسكليرا والتينيوم كبسول ما بيبقوش متاثرين، بيبقوا فري. تمام؟ ده في المرض ايه اسمه الاندوفسلامايتس. وليه قال في التعريب اكيوت سيبريتيف انفلاميشن؟ اقول له عشان اكتر حاجه بتعمل اندوفسلامايتس هي الانفكشن. ممكن يكون نون انفكتيف او بس مين الاشهر الانفكتيف؟ عشان كده حط في التعريف ايه سبيورتيف كلمه بس يعني. تمام تمام. طيب ايه اللي بيعمله؟ زي ما احنا قلنا في انفكتيف وفي نون انفكتيف. اول حاجه معانا الانفكشن. طب الانفكشن جت منين؟ يا اما جايه من بره اكسوجينس يا اما جايه اندوجينس من جوه من جسم الانسان. طب امتى تيجي اندوجينس من جسم الانسان؟ يعني لما يكون عنده مثلا انفكشن في جسمه في الدم يعني، وعن طريق الدم دي راحت للايه؟ راحت للعين. طيب ماشي، دي بتيجي امتى؟ لحد ما نقطه ضعيفه قوي، الناس اللي هم عندهم ايدز او اميون كومبرمايزد بيش. طيب ماشي، اكسوجينس جاي من بره. طب هتيجي من بره عن طريق ايه؟ زي ما احنا كنا بصمجينها في 3 بي، يا اما بوست اوبريتيف يا اما بوست تروماتيك يا اما بروفيشن كورنيال ألسر. يعني العين كان عنده كورنيال ألسر وحصل بروفريشن، فهو بقت ايه على الشارع يعني، عينه بقت تعتبر كلها على الشارع، في اي اورجانيزم يقدر يخش. طيب ماشي، بوست تروماتيك هو خد تروما مثلا، زي مثلا دبوس دخل في عينه ايا كان بقى. تمام تمام. وكان دبوس اكيد ملوث يعني، فده يعمل لي بنتريتنج تروما. طب بوست اوبريتيف، بالبوست اوبريتيف دي الموست كومن عامه يعني. وبعد كده لما بتيجي اصلا اندوفسلامايتس بيبقى الموضوع اكيوت، ممكن يبقى ديليد ممكن يبقى ديليد. زي مثلا ايه؟ لو انت عملت عمليه زي عمليه الجلوكوما مثلا، ممكن تقعد فتره مع يبدا يحصل لك اعراض الاندوفسلامايتس. العمليه مش معقمه ودخل اورجانيزم معين، فممكن يحصل لك مثلا ايه اندوفسلامايتس، بس الموضوع بيبقى ديليد. طب لكن اغلب العمليات مثلا زي عمليه الكاتاركت او اي عمليه تانية يعني بيبقى الموضوع اكيوت. يعني مثلا عمل عمليه بعدها بيومين ثلاثه تلاقي ايه اعراض الاندوفسلامايتس. تمام تمام. يبقى لما اجي اقول لك مين الاشهر، انفكتيف ولا نون انفكتيف؟ انفكتيف. طب مين الاشهر في الانفكتيف، اكسوجينس ولا اندوجينس؟ لا اكسوجينس. طيب ماشي، مين اشهر حاجه في الاكسوجينس؟ البوست اوبريتيف. طب في بعد البوست اوبريتيف تيجي اكيوت ولا تيجي ديليد؟ لا تيجي اكيوت. تمام كده، دي كلها اسئله ام سي كيو يعني ممكن تيجي ولا حاجه. طب النون انفكتيف بقى، زي ما احنا قلنا ان هي بتبقى عباره عن بوست اوبريتيف وكل حاجه، بس بيبقى استراين اندوفسلامايتس يعني بعد العمليه بس مش نتيجه مثلا الكات الدنيا مش معقمه ولا حاجه. لا، هو العيان عنده حساسيه من ماده معينه استخدمتها في العمليه، سواء كان بقى دواء مثلا معين بحطه في عينه، حاجه بطهر بيها، حاجه بعقم بيها، الجلافز اللي انا لابسه مثلا نزل منه بودر ولا حاجه. تمام تمام جدا. طيب ماشي، ايه الكوست اوف اورجانيزم؟ قلنا يا اما بكتيريا يا اما فانجل. البكتيريا زي الستاف ابيديدمس ستاف اوريز، والجرام نيجاتيف بكتيريا زودومونس. طب الفانجل زي كانديد والاسبرجيلوزيس. تمام تمام. طب ايه كلينيكال بكتش؟ العين هيجي يقول لي ايه؟ والله العيان هيجي يشتكي من سيفير بين وهيدك، يعني وجع جامد 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 لدرجه ان هو بيخبط راسه في الحيطه يعني. والعيان ممكن يبقى يحصل لوس في الفيجن اب تو ان هو ما فيش برسبشن اوف لايت حتى، يعني نظره بيبدا يضعف 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 لدرجه ان هو خلاص يعني لو ساب نفسه شويه خلاص مش هيشوف خالص، هيحصل له بلايندنس ان هو ما فيش برسبشن اوف لايت حتى. طيب وبيجي لك بقى بهيستوري في الغالب، قلت لك في الغالب بيبقى عباره عن سيرجري يعني بوست اوبريتيف دي اشهر حاجه، فهو بيجي لك بقى بهيستوري اوف تروما او هيستوري اوف سيرجري. تمام تمام. بعد كده بيقول لك الساين نفس اليوفيتس نفس اللي احنا واخدينها في اليوفيتس، بس الموضوع بيبقى سيفير اكتر. زي مثلا الايليد هتلاقي فيها ايديما وريدنس، كونجكتيف هتلاقي فيها كيموزس وهايبريميا. بعد كده بيقول لك كمان الكورنيا تبقى هيدي كورنيا ماشي. بعد كده بالنسبه للانتيريور تشامبر هيلاقي فيها الهايبوبيوم والفاندس، قلنا هيلاقي يولو ريفلكس. ليه هيلاقي يولو ريفلكس؟ هو طبيعي يلاقي ريد ريفلكس، البلاد فيزل اللي جوه بتتعكس لما بنعرض على العين ضوء. لكن لو النتيجه ان انت عندك باص جوه الفيترس بادي من جوه، فبالتالي الباص ده لما الضوء بيقع عليه بيديك يلو ريفلكس ماشي ماشي. طيب ماشي. بعد كده بالنسبه لي الانسيت بتاع السيمتوم بقى، والله على حسب الاورجانيزم اللي دخل. لو بكتيريا الموضوع بيبقى رابد اكتر يعني بيبقى اقل من اسبوع تظهر الاعراض. طيب ماشي. وبيبقى الموضوع سيفير جدا كلينيكال بكتشر، فالعين بيجي للدكتور على طول. طيب ماشي. بالنسبه للفنجر لا، ده الموضوع بيبقى ديلي، ممكن ياخد اسبوع لاسبوعين او اكتر كمان. طيب الكلينيكال بكتشر بتاعته بتبقى ميلد شويه. وبعد كده بتلاقي حاجه اسمها سنوبيل ابييرنس في الفيترس. السنوبيل ابييرنس ده شويه كلاكيع كده جوه الفيترس، بتلاقي الفيترس فيه كلاكيع. تمام تمام. طب لو هو سترايل بقى، بيقول لك من شو انكريستريشن اوف انتراوريكولار كونتنت اللي هو الفيترس او اللينس او الايرز، على حسب بقى اني جزء اللي حاصل فيه الانفلاميشن اكتر يعني وكده. طيب ماشي. ممكن الاقي بقى جوه اللي بياكد لي ان هي نون انفكتيف او سترايل، هتلاقي بقى الفورين بودي اللي موجود جوه دون اللي العين عنده حساسيه منه، زي مثلا الباودر، زي مثلا الاسبونج مثلا موجوده جوه عينه. تمام تمام. طيب ايه الكومبليكيشن؟ والله عادي جدا، انفكشن بدل ما هي كانت واخده بس اللي هو الميدل كوت ولا حاجه، لا هتخرج على بره بقى، هتاخد بقى التينوم كبسول والكلام ده كله، اللي هو مثلا هتعملي بانوفسلامايتس، هتعملي بقى اللي هو الايه بدل ما هي اندوفسلامايتس بانوفسلامايتس. طيب ماشي. ممكن اخد الاوربت بقى كله من بره، اخرج بره اكتر واعمل لك اوربيتال سيلولايتس، ممكن انتشر على البرين واعمل لك مثلا كافيرنا ساينس ترومبوزس او منجايتس. وطبعا لو هي هيلينج في الاخر، قلت لك ليه حاجه اسمها فيليشيس لايسيس بالب اللي هي ايه اتروفيك اي، عينه بتبقى اتروفي خالص. طب الديفرنشال دايجنوزم لازم نفرق الاندوفسلامايتس من ايه؟ من حاجتين، البانوفسلامايتس لان الفرق ما بينهم ايه، خدت الاوتر كوت ولا لا. طيب ماشي. والريد اي اللي هو الايه العيان اللي عينه حمراء يعني. طيب ماشي. بعد كده بالنسبه للمانجمنت، اول حاجه لازم نحجز العين في المستشفى، وبعد كده بناخد عينه من انتيريو تشامبر او الفيترس ونبدا نعمل سامبل عشان نحدد الاورجانيزم بتاعنا عشان نديله انتي بايوتيك سبيسيفيك، وممكن نعمل كمان ايه الترا ساوند. طيب ماشي. بعد كده بيقول لك لو العيان عنده برسبشن اوف لايت، يعني لسه في شويه نظر موجودين ولا خلاص ما فيش برسبشن اوف لايت، العيان ما بيشوفش اصلا يعني عينه يعتبر مش هتفيدني في الرؤيه. بعد كده لو في شويه برسبشن اوف لايت ببدا اتصرف على حسب الاورجانيزم. لو بكتيريا ممكن تشيل الفيترس تعمل فيتريكتومي او تدي انتي بايوتيك جوه الفيترس نفسها. الانتي بايوتيك اللي انت تدي
عندك فينكومايسين، عندك سيفتازايد، عندك كمان توبيكال وسب كونجكتيفال فينكومايسين اند سيفتا ايه سيفتازايد، يعني ممكن تديه سيستميك، ممكن تديه توبيكال، ممكن تديه سب كونجكتيفال، كل اللي انت عايزه اديه له يعني باي طريقه يعني. الانتي بادي فينكومايسين سيفتازايد وايه ايه والكاربوفلوكساسين. تمام تمام. بعد كده لو انت عندك مثلا اللي هو مثلا خلاص ما فيش بيرسبشن اوف لايت اصلا، يعني العين ما بقاش يشوف خالص، اعمل ايفاسريشن او اعمل انكيليشن. قلنا الفرق ما بين الايفاسريشن والانكيليشن ايه. الايفاسريشن انا بسيب السكليرا، الانكيليشن بشيل السكليرا كمان. مين افضل في عمليه اللي هو الاندوفسالمايتس؟ الايفاسريشن. طيب بالنسبه للفنجل هتدي ايه؟ يا اما برضه هتعمل فيتريكتومي او تحقن جوه الفنجل انتي جوه الفيتراس انتي فنجل دراج زي مثلا امفيتريسين بي. تمام تمام. بعد كده بيقول لك ده اول موضوع معانا اندوفسالمايتس. طب البانوفسالمايتس نفس الفكره بالظبط، في انفلاميشن بس انا خدت كمان التينون كبسول وخدت كمان الاوتر كوت. تمام تمام. بعد كده الاسباب بتاعتي نفس الفكره برضو زي الاندوفسالمايتس، كوستيف اورجانيزم زي الاندوفسالمايتس. طيب ماشي. بيقول لك لو انت عندك الاورجانيزم اللي جاي لي ده وان جاي لي من بره يعمل اكتر بانوفسالمايتس من اندوفسالمايتس. بص انا عندي بكتيريا جايه من بره ايا كان جت ازاي، بعد عمليه مثلا تروما ايا بروفيت بيبتك الارتا جايه من بره، تعمل اكتر اندوفسالمايتس ولا بانوفسالمايتس؟ والله تعمل الاثنين بس اكتر بتعمل بانوفسالمايتس. طب الاندوجينس كوز بقى، والله الاندوجينس كوز ده ولا هو مثلا هيماتولوجيكال مثلا ولا حاجه اللي هو جاي لي عن طريق مثلا شخص عنده ايدز ولا حاجه، والله الايدز يعمل الاورجانيزم يعني اللي جاي في الاشخاص اللي عندهم ايدز او ناس مناعتهم ضعيف يعمل حاجتين، يعمل اندوفسالمايتس ويعمل بانوفسالمايتس، بس بيحب ايه اكتر؟ يعمل اندوفسالمايتس. تمام. طيب الكلينيكال بيكتشر نفس الاندوفسالمايتس بس العين بيبقى معاه فيفر ومفيش بيرسبشن فلايت، يعني كده كده نظره بيروح بسرعه جدا. طب الساين بقى بيقول لك نفس الساين بتاع الاندوفسالمايتس، الباص بيبقى موجود في الكورنيا فممكن تلاقي كورنيا الابسس، وكمان بيقول لك العين بيبقى عنده توتال اوفسالمو فيجن. قلت لك الانفلاميشن بيبقى موجود في التينو كبسول دون بيبدا يشد على العضلات بتاع العين فبيبقى عنده اوفسالمو فيجن، صعوبه في حركات عضلات عينه، وبيبقى سلايد بروبتوز. نفس الفكره ان انت عندك دلوقتي الانفلاميشن بيبقى موجود في التينو كبسول دون بيزق العين لبره فبيبقى في شويه بروبتوز كده صغيرين. طيب الكومبليكيشن نفس الكومبليكيشن بتاع الاندوفسالمايتس. طب ديفرنشال دياجنوز بيقول لك نفس اي حاجه تعملي اكيوت بينفول بروبتوز، يعني اي مرض هنلاقي فيه بروبتوزس نحطه كديفرنشال دياجنوز. اي مرض بيبقى الموضوع فيه اكيوت وبينفول يعني بيبقى فيه سيفير بين وهنا تحطه كديفرنشال دياجنوز. زي ايه مثلا؟ زي مثلا بانوفسالمايتس، الاوربيتال سيلولايتس، كافينيا ساينس رومبوز، الثايرويد اي ديزيز، الاندوفسالمايتس، وكمان بيقول لك ريد اي سيندروم. لو حد بس مش فاهم حته الثايرويد اي ديزيز وحطيتها هنا مش عشان البينفول كونديشن، لا عشان البروبتوز، لان احنا عارفين العيان اللي عندهم هايبر ثايرويديزم او ثايروتوكسيكوز عينهم بيبقى عندهم بروبتوزس جحود العين لبره كده، بس السبب بتاع حاجه ثانيه خالص مش بسبب الانفلاميشن اللي متحوس في التينو كبسول، بس انا حطيتها كديفرنشال دياجنوز ليه؟ عشان بيبقى فيها بروبتوزس. تمام تمام. طب التريتمنت بيقول لك ان انت تعمل ايفاسريشن وانتي بايوتيك اكستنسيف توبيكال اند سيستميك انتي بايوتيك، ادي كميه انتي بايوتيك كبيره جدا توبيكال بقى وسيستميك وكله. بيقول لك ان الانكيليشن اس كونترا انديكيشن. ليه بقى؟ لان بيقول لك الانفكشن ممكن تسبريد لجوه. انا دلوقتي قلت لك في الانكيليشن انا بشيل ايه؟ بشيل كمان الكور السكليرا. طب ماشي، انا لو دخلت شلت السكليرا ممكن انت تدخل انفكشن للكفر اللي هو اللي محوط الاوبتيك نيرف، فلما تدخل انفكشن الحته دي انت هتوصل انفكشن اسرع للبرين يعني، فعشان كده ما بنعملش انكيليشن، بنكتفي بالايه؟ بالايفاسريشن. طيب ماشي. بعد كده هناخد بقى اخر اثنين تيومر اللي هم ايه؟ الريتينوبلاستوما والماليجنانت ميلانوما. قبل ما نبدا فيهم احنا عارفين الريتينوبلاستوما دي بتيجي في سن صغير والماليجنانت ميلانوما بتيجي في سن كبير. فبيقول لك الريتينوبلاستوما بتيجي فين؟ بتيجي منين؟ بتيجي في الريتينوبلاست. تمام، اللي هي البريميتيف فوتوريسبتور سيل. طب ماشي. الماليجنانت ميلانوما بيقول لك ان هي بتيجي اليوفيال ميلانوسايت، الميلانوسايت بتاع اليوفيال. طب ماشي، اكتر اماكن بتيجي فيها فين؟ بيقول لك ان هي بتيجي في الاول في الكورديا، بعد كده بيقول لك ان هي تاني مكان بتحب تيجي فيه هو السيلاري بادي، بعد كده الايرز البتاع دي بدل ما هي كده، لا هي كده يعني بتيجي في الكورديا اكتر، بعد كده الكورديا اكتر من السيلاري بادي، والسيلاري بادي اكتر من الايرز، مش اقل من الايرز خالص، هو اكتر من الايرز برضو. طيب ماشي. بعد كده بيقول لك الانسيدنس بقى، زي ما احنا قلنا الموست كومن برايمري تيومر في التشيلدرن، وده الموست كومن انترا اوريكولار تيومر فين؟ في الادل. طيب ماشي، ده بيجي في سن كام؟ اقل من 3 سنين، لكن ده بيجي فوق ال 50 سنه. ده الميل زي الفيميل. تمام، اللي هو ريتينوبلاستوما، لكن ده الميل اكتر، بيبقى باي لاترال مالتي فوكال، لكن ده يونيلاترال ويونيفوكال. الميوتيشن في الكروموزوم رقم 13، لكن اللي هو بتاع الاولد ايج ده ما بيبقاش فيه جين ميوتيشن ولا حاجه. طيب ماشي. السيمتوم بيقول لك ان انت عندك كذا ستيج. اول ستيج معانا ايه؟ الستيج اللي هي ايه ده؟ ثواني. الستيج الاولانيه اللي هي الستيج بتاع الحاجه اسمها الكويسنت ستيج، تاني ستيج معانا هي الستيج بتاع اللي هو الاكسترا اوريكولار ستيج، تالت ستيج معانا اللي هي عباره عن اول ستيج اللي هي الكويسنت ستيج. تمام تمام. تاني ستيج معانا هي عباره عن اللي هو الجلوكوميتس ستيج، يبقى دي اول ستيج. تمام، تاني ستيج معانا جلوكوميتس ستيج، تالت ستيج معانا هي عباره عن الاكسترا اوريكولار ستيج. تمام تمام، اللي هي دي. طيب ماشي. رابع ستيج معانا اللي هي الديستنت ستيج. يبقى انا دلوقتي بس لخبطت ما بين يعني حاطه الاكسترا اوريكولار قبل الجلوكوميتس ستيج، بس هو في الاول اول حاجه الكويسنت ستيج، بعد كده تاني حاجه الجلوكوما ستيج، يعني تالت مرحله الاكسترا اوريكولار ستيج، رابع مرحله الديستنت ايه الديستنت سبريد. اول مرحله الكويسنت ستيج اللي بيحصل فيها العين بتبقى عينه ايه؟ عينه لونها اسمه ايه دول؟ عينه لونها فيها ليكوريا، يعني لونها ابيض، ده اكتر من 60% من الحالات، تبقى عامله زي عين القطط يعني. طيب ماشي. بعد كده كلمه برده السكوينت دي تبع ايه؟ تبع الكويسنت ستيج. يبقى احنا هنجيب الاكسترا اوريكولار ستيج ده نحط
نحطها تحت ونطلع بكوسنت ستيج مكانها. تمام تمام عشان يبقى الترتيب صح يعني. وبيبقى 20% من العيانين بيبقى عندهم سكوين. تمام تمام. لو التيومر جاي فين؟ في السنتر عند الفوبيا يعني وكده. طيب مش تاني مرحله، مرحله الجلوكوما ستيج بيبقى العين عنده جلوكوما، بتبقى سكندري جلوكوما لانها موجوده نتيجه ايه؟ نتيجه ان انا عندي تيومر يعني وكده. ثالث مرحله، مرحله الاكسترا اوريكولار ستيج، العين بيبقى عنده هيبروبتوز. رابع مرحله خلاص ديستانس سبريد بقى، تمام، بتروح للاوبتيك نيرف والسي اس اف والبرين وكده. طب بالنسبه لهنا بيقول لك لو هي امتى تعملي فيلد ديفكت؟ لو هي موجوده تيومر في البريفري امتى تعملي فيلر في الفيجن؟ لو موجود سنتر. طيب ماشي. هنا بقى بتحبي تعمل بلاد سبريد يعني تروح لللنج، تروح للليفر، تروح للبريست، تروح للبرين. طب الساين بتاعتك قلت لك اول حاجه في الفندس هتشوف حاجه اسمها كوج شيز ابييرنس. طيب ماشي. بعد كده بالنسبه لي اللي هو الثانيه دي هتشوف فيها في الصبر الثاني يعني هتلاقي حاجه اسمها دوما بيجمنت ماس. تبقوا واخدين بالكم من المصطلحات دي عشان ممكن تيجي في الام سي كيو يعني. طيب ماشي. وهتلاقي مشروم سبريد وهنشوف صوره له في الاخر. طيب ماشي. بعد كده بيقول لك دي نفس الحاجات بتاع السكندري فيتيس لايك بكتشر، نفس الاعراض بتاع اللي هي الايديما بقى في الاي ليد والكونكتيفا والكلام ده كله. طيب ماشي. هنا لو انت عايز تعمل جاينيكوسكوب امتى اعمل جاينيكوسكوب في الحاله دي؟ لو التيومر جاي لي في الايرس او في السيلاري بادي. تمام تمام. لان احنا في الغالب قلنا في الكورديا وبعد كده يجي بعدها السيلاري بادي، بعد كده بعدها ايه؟ الايرس. فهو اكتر مكان بيجي فيه ايه؟ السيلر اسمه ايه دوت؟ الكورديا. يعني لو جه في الايرس او السيلاري بادي وعايز تعمل جاينيكوسكوب اعمل. تمام. الانفستيجيشن والله اول حاجه بعمل الترا ساوند وبعمل سي تي وبعمل إيه؟ يعني الالترا ساوند سي تي وام ار اي، بس مين اهم واحده فيهم؟ الالترا ساوند اهم من السي تي والام ار اي. طيب وعايز تعمل سبريد انفستيجيشن اعمل. مثلا عايز تاخد عينه من اللمبر بكتشر عشان تشوف السي اس اف. تمام. عايز تعمل مثلا ام ار اي على البرين. تمام. هنا بقى مش احنا قلنا ان التيومر بينتشر عن طريق الليفر واللنج والكلام والبون والكلام ده كله، فانت لازم تعمل سي تي على الشيست وعلى الابدومين، تشوف الليفر انزيم، تشوف البون سكان وكده عشان تشوف التيومر عمل ميتاستاتيك ولا لا. طب الديفرنشال دايجنوزيس اي حاجه بتبقى عامله ليه كوريه؟ ايه الحاجات اللي بتبقى عامله ريكو ليه؟ عندك حاجه اسمها سايكليتيك ميمبرين، عندك كونجنتال كاتراكت، عندك ريتينوبسي وبريماتشورتي، عندك كمان اللي هو الـ اسمه ايه دون تقريبا يعني الريتينال داتاتشمنت، بس الريتينال داتاتشمنت بيبقى معاه جري ريفلكس اكتر من هو يجي لي بيقول اسمه ايه دون وايت ريفلكس. تمام تمام. بعد كده بيقول لك العين كمان بيبقى العيانين اللي عندهم ريتينوبسي يعني. طب هنا بقى ديفرنشال دايجنوز، عندك حاجه اسمها الكورديال هيمنجيوما. لو حد مثلا عنده ايه كورديال هيمنجيوما، حد عنده ايرز نيفز اللي هي الحسنه اللي بتبقى موجوده جوه العين يعني بتبقى شبه التيومر بالظبط يعني في الشكل. طيب ماشي. او حد مثلا عنده ميتاستاتيك من حته ثانيه يعني التيومر جاي من حته تانية وراح للعين. طب التريتمنت والله على حسب من انهي مرحله. اول مرحله دي بتبدا تعمل تيومر ديستراكشن يعني بتدمر التيومر. هدمره ازاي؟ على حسب هو حجمه صغير ولا كبير. لو حجمه صغير هنعمل انتيرو كيريو ايه كيريو سيرابي او نعمل حاجه اسمها بوستيرو فوتو اجليشن. طب لو حجمه كبير هنعمل ريديو سيرابي سواء كان بريكي سيرابي او تيلي سيرابي. يعني بيقول لك تيلي سيرابي دون اللي هو الاشعاع من بعد يعني جاز بيبقى من بره وبنسلط الاشعاع اللي طالعه من الجاز دي على العين يعني. طب ماشي. لو انا دخلت في جلوكوما ستيج خلاص يا اما تعمل انكيليشن يا اما ايفاستريشن. لو انت دخلت في الاكسترا اوريكولار ستيج اعمل حاجه اسمها اكستريشن اوكي اكزنتريشن. طب لو انا في الديستانت سبريد بقى خلاص خلاص بلت في تريتمنت انت بتعالج السيمتوم اللي عند الموجوده عند العيان لحد ما ايه يموت في سلام يعني. طيب ماشي. ان شويه ملاحظات كده بيقول لك لو انت لقيت التيومر في عين واحده لازم تدور في العين الثانيه حتى لو مفيش اعراض في العين الثانيه. لما يكون التيومر جاي في طفل صغير اللي هو ريتينوبلاستوما لازم تدور في كل العيله في الاطفال الاقل من 6 سنين لان احنا قلنا المشكله في الكروموزوم رقم 13 فيبقى في ايه بوست فاميلي هيستوري يعني وكده. عايز تدي كيمو ثيرابي مع التيومر ديستراكشن او مع الريديو ثيرابي ايا كان يعني فبرضه عادي ادي كيمو ثيرابي. ماشي. اف انكيليشن تو بي دان لو انت هتعمل انكيليشن يعني للتيومر يعني لازم تاخد حته كبيره من الاوبتيك نيرف عشان ممكن يكون التيومر في حته الاوبتيك نيرف دون. ولو انت سبت التيومر او الخلايا التيومر سيل موجوده في الاوبتيك نيرف هينتشر للبرين وكده فلازم تاخد حته كويسه جدا من الاوبتيك نيرف وتشيل التيومر بسيفتي مارجن كويس. تمام تمام. بحيث ان انت ما تسيبش اي خلايا اي سيل تيومر او تيومر سيل جوه. تمام تمام. ده شكل الريتينوبلاستوما وده شكل الماليجنانت ميلانوما، ده شكل اللي هو المشروم سبريد اللي احنا قلنا عليه وده شكل الاتروفي اي. وبس كده احنا كنا حلينا الاسئله دي مره. شكرا.